صبحكم بالخير. بدي وجه هالفيديو لسليمان توني فرنجية. عملت عدة اجتماعات مع مجموعة شباب وبنات خريجين كبار جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، مش إنن ولاد صغار، وعم بيمارسوا من هالجامعات اللي تخرجوا فيها بأهم شركات، أكانت محامات أو سيانس بوليتيك أو أطباء. اجتمعت فيهن عدة مرات، ألفوا هالمجموعة وقت لقيوا دونالد ترامب ماشي بالغلط. أرجوك تسمع منيح سليمان باك فرنجية. وهني ريبوبليكن من ديموكرات، ألفوا مجموعة وسموها لينكون على اسم الرئيس الأمريكي لينكون، إبراهيم لينكون بروجكت. شو هي هالمهمة هالتجمع هذا؟ تصحيح الحزب الجمهوري من الداخل بدون ثورة من برا. فشرحت لهم انه انا هيدي انا قمت فيها ولكن بالحكي. الله، ليش بدها تكون بالحكي؟ خليها بروجكت ماشي. فأسسنا كل شيء ان شاء الله وسنقوم فيه. رح اعطيك مثل صغير يا سليمان بيك. بثورة 58 اللي قمنا فيها بطريقة لا يعقل لإنسان عقضنا، كان عمري 14 سنة، في شاب من بيت زخية الدويهة، كان تأمل منه متعلم هالعلوم العالية، كان برأيه لا هو مع حميد باك فرنجية بوجه بيت الدويهة وبيت كرم. اختار هذا الخيار، لا في مصريات حدا يدفع له ولا حدا يشتري ضميره، فلسفي من الداخل ومنه متعلم. فقدام عيني طلع الطيران اللبناني جاية، خفنا منه. ثورة 58 معه رشاش يلي السوريين زودونا بهالصيح، يلي المشط تبعه بتحطه من فوق. أنطوان الجزور خيو لسيد الجزور كان من عمرنا كمان، واقف أنا وياهم، جيت يحطوا على كتفي، قالوا أنطوان الجزور لا حطوا على كتفي، حطوا على كتف أنطوان الجزور وصار يقويس الطياره تهرب عن المواقع تبعنا بصغرتي. اتجوز عمته ليوسف فنيانوس الوزير، فيك تسألوا عنه. ما تكرمتوا عليه يا سليمان باك بكبية ماي. ابن الدويهة مصلت بمعركته مع بيت فرنجية، اتجوز بعدين عمته ليوسف فنيانوس بنت الشقر. كبية ماي ما كرمته. ويسام بتسمو مرضي ما حطيتو له ياه بآخرة عمره. هيدي هالانجستس الغير العدالة، هيدا الظلم اللي عملتوه على الناس اللي ضحيت وضحوا جدود. اعطيتك مثل واحد عندي ياهن كلهم، جدود وجدود وجدود ضحى حتى انت توقف من بنشعة وتقول له هيدا انت بتعمل وزير، بتقول الغوطة هيدا بتخدم عيشات هيك وبتتنعم، والهيدا بيجيب لك قرويبينه، هيدا بتعطيه لوتو وهيدا بتعطيه ما حملوا برودة بحياته. انت اللي طرح عليك، انت زعيم صغرتي، انت صغرتي بيت جماعة بيت فرنجية قلنا عليك من أيام أبلنباك المؤسس فرنجية أبو حميد، لوصول لعندك أنت لأبن أختونة إلهم فضل عليك لوصلتوا كلكن لهون. جبت سفالة وحسالة الناس ووسوخت الناس وفتة من المال العام، هذا مال مسروق من الدولة
مش من ورا شغلك بجولدمان ساكس أو بالميري لانش بتمنى تعلم بنتك وتوصل أهم من دينا حبيب بجولدمان ساكس وتسقف له بالقليلة مرته البشار الأسد بالقليلة درسيت ما بعرف إيش درسيت بدها تشتغل كرميل بيها لأنه طبيب أخدوها بجي بي مورغان قسم العرب يعني بتجيب زبين عرب بتشتغل معهم مش إنها بالديبارتمنت الكبير بس أموه اشتغلت بجي بي مورغان. بتمنى بنتك إنها تدرس علوم عالية وتوديها على جامعات كبيرة مثل براون مثل هارفارد مثل برينستون وإذا ما قدرت إن التنقبيل في بروغرام تفوت تعمل بروغرام سنتين العلوم السياسية أو العلوم الاقتصادية أو الانفستمنت فاينانس أما هيك ما بيجوز. نحن بدنا نركز كتير على هالموضوع تيتك مثل واحد ما راح أحكي لك عن البقيين لأني بعرف كل شيء. إذا هالشاب مشي ضد عائلته من أجل مبادئه بدون ما يقرأ لا كارل ماركس ولا كتاب الرأس المال ولا كمال جنبلاط ولا رأي محسن إبراهيم بقناعته الذاتية. شوفتو ويسام مع تيتو إن شاء الله يكون طيب ما بعرف إذا مات. هذا هلا عدالة اللي أنت عملته في العدالة الخفية بدها تحيكمك أنت وابنك وفي أنا لهالشي اللي عم بعمله ما تطلع التسجيلات يا سليمان بيك يشهد الله وأقسم بالله العظيم بأمريكا منقسم هيك ما بيضل حدا من بيت غوتا بيهربوا من صغرتي بينقلوا عائلتهم بدها تقوم النسوان بالمسابح وتفوت على الكنيس وتقول الله أكبر أشو هذا يا رب كيف وصلت العائلات بصغرت لهالمستوى من السفالي والحسالي والوسخ أقسم لك بالله العظيم ما رح نسكت لك أنا بدي صلحكن من الداخل لحدا عن يبرم لحدا بده زعامة ابنك ولحدا بده زعامتك مثل ما بتقول الغوئة ما حدا بيقدر يلغيني ما حدا بده يلغيك الزعيم الوطني سليمان باك فرنجي سمير باك فرنجي ما كان بده يلغيك أنا هو بدنية الحق وعم بيسمعني هلو أنا ضد ترشيحه كان بصغرتي حاولت كتير الوزير ينيرة معوض أنا زيك الرئيسي الأولى راحت لعند البطرك صفير قلت له دخيلة يترشع عن طرابلس صغرتي تركه هيك ما أبي بيت فرنجي لأن كان عنيدين بيت أبلين بيك فرنجي عنيدين كتير ولكن رغم هذا وكله مجبور أنت تعمل تصريح وتقول بتقدم من إهالي صغرتا كلهم مش من بيت فرنجي لعمليتين حصل لا عدالة بين الناس في ناس استفادت ما بتستحق واللي بكتير بيستحقوا ما استفادوا وما أخذوا مراكز أتقدم بالاعتذار منهم وأتقدم من أهالي صغرتي على التعرض والهجوم على بيت الزعيم الوطني ابن عمي سمير بيك فرنجي كل شيء ما بتعمل هالبيان نحن بدنا نكفي بلينكون بروجيكت بالتعاون الأمريكي الكامل معي فاتحين لي كل شيء ما رح اسكت هاي بهالناس اللي ظلمته ضحوا جدود وجدود وجدود ضحوا من ايام أوبلنباك المؤسس لابن اخطوني دي انتو صلتوا لهون عنكن قصوره وعنكن مال وعنكن جه اني السبب هالناس انظلمت هالناس سألت عن حدا من بيت جميل غولب شو وضعهم بيت بقصب منكم من بيت فرنجية كمان مشيوا بصدفة حنا بقصب كان عنده صحبة مع خليل بيك كرم ومشي معه فبيت فرنجية ما بيقبلوا بشغلة مثل هيدا
وعملوا اللازم يعملوا أكتر. هل سألت عن أولاد جميل غول بكل واحد وينوه؟ وولاد ولاده سألتهم كيفكم؟ هيدي مسؤولية بدنا نكفي فيه، بدنا نكفي فيها، ما منوقف أبدين، لا حدا يحكي بهالكلام. وبدك تعمل وتقول لجماعتك ممنوع تسبوا أمه وبيه الواحد ميتين، سبوه هو وانقضوه، عنده أخطاء كتير، عنده ملف ما بتخلوا شي فيه، بتنتفوه. الأب والأم ميتين عيب. مدرسة هالسيف الأبن غوطي هيدي بدك توقفه، وبرفع أصبعي أكثر من حسن نصر الله، لأنك أنت منك مقدر أنا أشنا وشو أنا، ورح أثبت لك إياها بالقانون على وحدة من صغرتها بأمريكا ولح جاية ننهار الأربعة ببلشوا المحاميين فيه. لا في مجال أبدا إلا هول بدك تعملهم، وإلا ليه أنت ولا ابنك أبدا شعب سوريا بده يفوت لك؟ أنت ما تقعد شعب سوريا يا غبي، بده يفوتوا لك مهما كنت انت وميشيل عون وبنيته واسرته، ما حيسكتوا لين الشعب السوري. انت ما بتعرف الشعب السوري بامرك وبخاطرك.